أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار. خلال كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الكورية الإفريقية والتي تعقد بالعاصمة سول، شددت الوزيرة المشاط على أن العلاقات بين القاهرة وسول تعد مثالاً يحتذى به في قوة الروابط الثنائية، وقامت الوزيرة بدور بارز في تنفيذ العديد مع الشقيقة الدولة الكورية في المشروعات الناجحة في مصر. كما لفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في بناء بنية تحتية حديثة. انطلقت أعمال مؤتمر بعنوان حلول لسياسات تعزز فرص صادرات التكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان وأسيوط وجنوب الوادي. يهدف هذا المؤتمر لتعزيز الصادرات في محافظات الجنوب في صعيد مصر لكونها من أكثر المحافظات ذات الإمكانات التصديرية والقابلية للانفتاح على الأسواق العالمية، وسعيا لدعم جهود الدولة في العمل لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، وتكاملا مع رؤية مصر 2030. احنا حقيقة عملنا شراكة مع شركة إنروت، هي اللي ترعى هذا المنتدى، وأنتجنا ما يسمى مركز مسار، وده موجود حقيقة في الجامعة، وده زي أصبح هب أو نقطة مضيئة بتعمل تدريب لكل الشباب ولكل افراد المجتمع ان هو ازاي يقدر ان هو يعمل حرفه يدويه بشكل جيد، ازاي يقدر ينشئ شركه ناشئه، وبنسهل له كل الاجراءات طبعا. الصعيد ملف مهم جدا، والحقيقه ملف واعد ومليان فرص. اعتقد في مجلس الشيوخ كان في عدد كبير من الدراسات والاقتراحات بالرغبه اللي كانت مهتمه بالصعيد تحديدا، يعني استراتيجيه مصر 2030، ويمكن حتى كمان الخطه الاقتصاديه اللي شفناها مؤخرا في مجلس الشيوخ كانت مهتمه بشكل كبير بالصعيد. احنا ابتدينا البايلوت بتاعنا كان في محافظه اسوان، واخترنا ثلاث تكتلات انتاجيه كانوا النباتات الطبيه والعطريه والاسماك، والتكتل التالت كان الحرف اليدويه. في الحقيقه احنا لقينا فرص تنمويه رائعه في محافظه اسوان، يعني كان في اكتر من تكتل عندهم فرص تصديريه وميزه تنافسيه عاليه جدا، لكن ناقصهم العمل على تنميه القطاع ده نفسه. محافظه اسوان من المحافظات الحدوديه الهامه جدا والمهمه قوي نشجع الشباب فيها. بنقوم بعمل تدخلات مختلفه، من ضمنها التدخل مع انروت الخاص بريادة الأعمال وتحفيز الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بيهم وإزاي يقدروا يعملوا كده. النهاردة المؤتمر بيناقش السياسات الخاصة بإزاي نحفز التصدير وإيه هي أهم العوائق والتحديات اللي لابد أن احنا نتغلب عليها ونتكاتف كلنا كجمعيات وكشركاء علشان نقدر نطلع بالمسألة دي لقدام ونعدي بيها من عنق زجاجة إن وجد. الهدف فيها هو تقديم الدعم الفني للشباب في الصعيد عشان نقدر ننمو بالصعيد ونستغل الفرص المتاحة في الصعيد والإمكانيات اللي موجودة فيه. فبدأنا في 2018 بإنشاء حاضنة أعمال مسار في جامعة سوهاج، ثم توسعنا لنشمل كل المحافظات أو كل الجامعات بداية من أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر وأسوان. الشاب اللي عنده فكرة أي مكان بيبقى ممكن يكون طالب أو خريج ويبقى عنده فكرة لريادة الأعمال أو عايز يفتح مشروع خاص به، فبناخده من فكرة إن احنا نعمله توعية ونطلع بيه على فكرة التدريب تاني على الخطة المالية والخطة الإدارية والخطة القانونية وما إلى ذلك، لغاية ما يوصل لإنه يبقى عنده فكرة مشروع متكاملة نقدر من خلالها نحكم عليه ينفع يشتغل ولا لسه. وبعدين بناخده في رحلة في الحاضنة لغاية ما بيخرج شركة ناشئة وبنسجل له الورق بتاعه ويبقى عنده شركة قابلة للعمل في السوق المصري. بحثت مصر والصين تعزيز التعاون في مجال إنتاج الدواجن والإعلاف والأمصال واللقاحات،
والتقى وزير الزراعة سيد القصير مع وفد يضم ممثلي 22 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الإنتاج الداجيني. تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن مصر لديها 72 نوع من اللقاحات البيطرية ينتج محليا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، كما تصدره مصر للعديد من الدول الإفريقية، وأن هناك فرصا للتوسع والشراكة في هذا المجال. من جانبه عرض الجانب الصيني البدء في دراسة إنشاء مصنع على أرض مصر لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية من توقعات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر القادم. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولار و67 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 57% ليصل ويحقق ما قيمته 73 دولار و67 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى 2.30 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.75% لتسجل ما قيمته 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة المالية الروسية أن أصول صندوق الثروة الوطني الروسي السيادي سجلت زيادة وقد بلغت 141.5 مليار دولار اعتبارا منذ يونيو الجاري. أضافت وزارة المالية الروسية أن إجمالي الأصول السائلة للصندوق السيادي سجلت انخفاضا عند 56.2 مليار دولار مقارنة بما سجلته في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 56.4 مليار دولار.